إذا للوقوف عند كلمة رئيس الحكومة محمد السوداني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والصحفي بهاء خليل. أستاذ بهاء، مرحبا بكم. كما تعرفون، السوداني عاد إلى بغداد دون أن يلتقي ببايدن. النائب حسين السعبري وصف خطاب السوداني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث قال إن خطابه لم يكن بالمستوى المطلوب. هل فشل السوداني في حصد دعم دولي لحكومته أستاذ بهاء؟ نعم، في البداية تحياتي لحضرتك ولمشاهدي قناة الرافدين. بالتأكيد الخطاب كان كارثي بكل معنى الكلمة. غاب عن ذهن رئيس الوزراء العراقي بأنه يتحدث أمام الجمعية العامة المتحدة وليس أمام مجموعة ناخبين في انتخابات مجالس محافظات حقيقة. لأن ما تكلم به السوداني كأنما يشرح حال بلد آخر غير العراق. تكلم عن الأمن والأمان، تكلم عن فرص عمل للشباب، تكلم عن تطوير في الاستثمارات، تكلم عن النظام المصرفي وتطويره، تكلم في كثير من الأمور. جميع ما تكلم به السوداني غير موجود على أرض الواقع حقيقة. ذكر إنجازات كثيرة فلا تحسب له هو شخصياً وتحسب الحكومة السابقة اللي سبقته، لكن حتى الآن لا يوجد إنجاز واحد مما ذكره السوداني أمام الجمعية العامة المتحدة هو إنجاز يعتبر فعلا إنجاز، لأنه كل إنجازات على الورق. متفاخرة بمجموعة من المطبلين الذين يحاولون تجميل صورة حكومته أمام المجتمع الدولي لا أكثر ولا أقل. أستاذ بهاء، أيضا السوداني تحدث عن إعادة حكومته، أن حكومته عادت الثقة بالنظام السياسي، هل هذه الثقة موجودة على الصعيد المحلي أو الدولي أستاذ بهاء؟ لا إطلاقا، يعني الثقة بالنظام السياسي منهارة منذ فترة، يعني حتى قبل حكومة السوداني. وأكبر دليل على ذلك المشاركة المعدومة في الانتخابات سواء كانت النيابية أو الانتخابات المحلية، كلها تشير إلى أن الشعب العراقي بأكمله غير راضي عن النظام السياسي برمته. ثورة تشرين أيضا عندما خرجت من أجل إزاحة هذا النظام بأكمله وليس إلى إصلاحه، باعتبار أن هذا النظام المبني على المحاصصة غير قابل للإصلاح. وبالتالي هذه العملية، عملية تجميل الصورة ومحاولة يعني نشر وضع ليس كما هو موجود، يعني ستعود بالعكس على حكومة السوداني ولا تنفع حكومة السوداني إطلاقا، لأنه هذا كل ما يعني يزيد من محاولاته بإخفاء الحقيقة على الناس يزيد سخط الناس على الحكومة، لأنه يخفي أمام العالم ما يعانيه المواطن العراقي على أرض الواقع. ولكن أستاذ بهاء، السوداني تحدث عن موضوع تحقيق التوازن في العلاقات الخارجية مع دول الجوار وأن حقق الاستقرار في المنطقة. هل ترى بالفعل أن حكومة الإطار التنسيقي تسير على هذا النهج؟ لا سيما أن القاصي والداني يعرف أن حكومة الإطار التنسيقي تنحاز إلى إيران بطبيعة الحال. نعم، التهديدات الإيرانية الأخيرة لشمال العراق بحجة وجود المعارضة الإيرانية في الشمال تختلف عن يعني ما تصرفات الحكومة مع الإرهابيين الموجودين من حزب العمال الكردستاني اللي موجودين في شمال العراق. يعني هو يتعامل بكفتين، من جهة يحاول إخراج المعارضة الإيرانية ومن جهة هنالك مصائل في الحشد الشعبي تدعم هاي المجاميع الإرهابية اللي تحاول يعني إذاء الجار تركيا، وأيضا تدخلها عسكريا في سوريا ومحاولة دعم المجاميع المسلحة في سوريا. الملف هذا يعني فشل كبير سوداني في إدارته، مثل ما فشل في كثير من الملفات. هو تحس كأنما هو رئيس وزراء معين من قبل إيران، لا تحس أنه هو رئيس وزراء عراقي، لأنه طريقة تعامله مع الملفات وخصوصا مع الدول الأخرى كان يعادي. يعني في بداية تشكيله كانوا يعادون المملكة العربية السعودية، وفجأة بعد الاتفاق ما بين إيران والسعودية أصبحت السعودية الآن في مأمن من هجمات ميليشيات وغيرها. فهذا الأمر يعني واضح بالنسبة للمتابعين بأنه الإدارة الحالية والحكومة الحالية لا تتعامل مع كل الدول بنفس المنطق وبنفس الجهة، وإنما هي منحازة كثيرا لإيران على حساب
أمان ومصالح الدول المجاورة الأخرى. أيضا السوداني تحدث عن إجراءات قامت بها حكومته في موضوع مكافحة الفساد، ولكن هل رصدتم أي نتائج فعلية على الأرض حول محاسبة جادة وحقيقية فعلية للشخصيات النافذة تضمن عدم الإفلات من العقاب أو إعادة الأموال المختلسة أستاذ بهاء؟ لا، في الحقيقة يعني قد تكون هي سرقة القرن اللي اعتبروها إنجاز، نعم، رغم أنها كشفت في زمن النظام يعني الحكومة السابقة، لكن حتى الآن أين أموال سرقة القرن؟ لم يتم استرجاع أموال سرقة القرن سوى 24% من قيمة المبلغ الكلي. نعم. الطريقة اللي يتعامل بها مع المتهمين، يتم اعتقال المتهم ومن ثم إطلاق سراحه من أجل السماح له ببيع عملاكه لكي يسدد الدولة، أيضا قسم من متهمين أو هنالك شخصية من المتهمين بسرقة القرن الآن هو مرشح لمجالس المحافظات. يعني بالتالي التعامل مع هذا الملف من ناحية القضاء على الفساد هو مجرد حبر على ورق، لا توجد حتى الآن يعني في الأشياء ملموسة تبين للمتابع والمشاهد أو للمواطن أنه فعلا الحكومة جادة في محاربة الفساد. الحكومة حتى الآن فشلت مثلا في إيقاف تهريب الدولار إلى إيران، وهذا الموضوع يعني من أكبر عمليات الفساد. أيضا فشلت في إيقاف تهريب النفط العراقي، وهذا أيضا من أهم ملفات الفساد اللي موجودة. هم يبحثون عن صفقات صغيرة ويحاولون ملاحقة الأشخاص التابعين لها، يعتبروا ذلك إنجاز، لكن حيتان الفساد الكبيرة حتى الآن لم يحاسب أحد، لم يتم اعتقال أحد، لم يتم فتح ملف واحد من ملفات الفساد الكبيرة. عبر سكاي من إسطنبول الكاتب والصحفي بهاء خليل، شكرا جزيلا لكم.